خويا شوف لي الله محمد رسول الله. الاشجار مثمره ماتت من المزبله من القمامه العموميه هذه اللي هنايا. المحاصيل تاع زراعه الحبوب ثاني خلصت كامل على حديده. عندنا ثاني تاع البلاستيك هذو تاع الساكه تاع البلاستيك هذه ثاني في الزرع في الزرع كامل تاع الحبوب. دخان يروح حتى لتلاه مالوط. وزادوهم منهم مسكرين منه علينا الطريق منه خلاص بالقمامه العموميه. والشجر هاك تشوف مات. مات. واش كانت تنتج هذه؟ هذه تنتج عين بقره وفيها المشماش كيما هذه تاع المشماش. وكاين تاع التفاح. المخير. المخير. هذه يسمى اجود انواع الاشجار المثمره. راك تشوف فيها خلصت كامل كسرت كامل. كيما التريسيتي هنا ثاني ما كانش ما عندناش. ها الفرات. ها الجيناتريس نمشيو بالجيناتريس تاع مازوط. مدة دركا فايته 15 سنة. وحنا بها هكذا ما كان لا تريسيتي ما لا والو. درنا طلب ما كان والو. رئيس بلدية الجميع كانوا يجوا هنا وقاعدين يشوفوا بعينيهم واحد ماهم دايرها علينا. منطقة فلاحية هذه بامتياز صار لها الروعة هذه. هذه ماشي كارثة. ما يحبها لا ربي لا العبد هذه. تحمق عليها طيح. كان من عهد فرنسا هذا نتاع الجدود وقعد هكذا وخامتك تشوف الميمان حشاك الغبار الروث تاع الحمير. هاي شتا ونسقيو رانا في غلبه ما تصور حتى في بلاصه. وفي الصيف زيد ينشف غير هالايام مارس وافريل مايو جوان راح نعودو نجريو اللي عندوها ويدير ورجع يجي لحق البلديه هنايا. هاك يعرف البلديه نهار يجيبوه ست ايام ما يجيبوش. حنا الطريق هذيك تشوفوا فيها كيف راهي صاريت لها رانا نعانيو منها مده من الاستقلال ورد لهون رانا نعانيو في الطريق هذي. راهي ما تعبدتش وما تخدمتش من الاستقلال. رانا نعانيو منها تجي الشتاء الغروقات راهي الركيب يخطاك البوط ما تمشيش. الاولاد راهم بطلوا القرايه بسبب الطريق هذي. اللي عنده الركبه وعنده الدوله تقرا واللي ما عندوش راهم قعدوا الولاد ما قراوش. رئيس بلديه جاليها 70 خطره وشافها ويعرفها مليح يعرفها حفره حفره. وكل خطره راه يوعدنا ويقولنا باللي خطره هذه بربي ان شاء الله خطره هذه بربي ان شاء الله. رئيس دايره كيف راه شافها ويعرفها رؤساء الدايره اللي فاتوا كل ماشي غير هذا اللي كاين دركا ولا اللي قبلوا مو كلهم فاتوا تجي عسره عليها وجاو ليها شافوها.